السلام عليكم، احنا تيم ماس بايرتس وهنتكلم عن الايمج كلاسيفيكيشن. الاجنده بتاعتنا هتكون اول حاجه هنتكلم عن الديفينيشن بتاع الايمج كلاسيفيكيشن، بعد كده الابلكيشنز بتاعت الايمج كلاسيفيكيشن، بعد كده انواع الايمج كلاسيفيكيشن، ونتكلم عن التكنيكس بتاعت الايمج كلاسيفيكيشن، واحنا هنشتغل على السي ان ان بالتحديد. بعد كده هنتكلم عن الاكسبيرمنتال ورك والفيوتشر ورك والكونكلوجن. في البدايه يعني ايه ايمج كلاسيفيكيشن؟ ايمج كلاسيفيكيشن ان انا بيبقى عندي صوره وببقى عايز اعرف ايه الاوبجكت اللي جوه الصوره دي، عن طريق ان انا بدخل الايمج دي للكمبيوتر، والكمبيوتر يقدر يكلاسيفاي الايمج دي لبري ديفايند كلاسز انا معرفها له. احنا كبشر نقدر نعمل الكلام ده بشكل طبيعي جدا، بس الكمبيوتر ما يقدرش. احنا دورنا ان احنا هنشوف ان ازاي نقدر نخلي الكمبيوتر يعمل حاجه زي كده. الابلكيشنز بتاعت الايمج كلاسيفيكيشن، الايمج كلاسيفيكيشن ليه ابلكيشنز كتيره جدا، منها الاوبجكت ريكوجنيشن زي ما قلنا، الفيشر ريكوجنيشن، وده بنستخدمه في السكيورتي سيستمز او في الموبايلز، وبرده بيستخدم في التشخيص الطبي، بنستخدمه في استكشاف امراض معينه زي الاورام مثلا، وبرده بيستخدم في حاجه زي الام ار اي. الكواليتي كنترول، انا بيبقى عندي منتج وببقى عايز اتاكد ان المنتج ده سليم 100%، فبخلي الكمبيوتر يعمل له سكاننج ويتشيك ان مفيش اي كراك او اي عيب. السيلف درايفنج كارز، وده الابلكيشن اللي احنا هنشتغل عليه. السيلف درايفنج كارز هو واحد من اهم الابلكيشنز بتاعت الايمج كلاسيفيكيشن. ببساطه احنا عايزين ان الكار تقدر تشوف الطريق، عشان الكار تقدر تعمل ده اول حاجه محتاجينها ان هي تقدر تكابتشر صور من خلال الطريق او تشوف صور من خلال الطريق، وبعد كده تقدر تعرف الصوره دي عباره عن ايه وبتمثل ايه، وبناء على ان هي تعرف الصوره دي عباره عن ايه نقدر نديها امر ما عن طريق انها توقف او تهدي السرعه او اي قرار من القرارات اللي بنتخذها خلال السواقه. انواع الايمج كلاسيفيكيشن، في عندنا نوعين من الايمج كلاسيفيكيشن. اول نوع هو السوبرفايزد كلاسيفيكيشن، وده بيكون انا عندي تريننج موديل انا معرفه قبل كده، وبخلي الكمبيوتر بعمل له تريننج ليه، وبرجع اعمل تيست واشوف هل التيست ده زي البريدكشن اللي كنت متوقعه او لا. لو لا برجع اعمل تريننج تاني لحد ما الموضوع يتظبط. الانسوبرفايزد كلاسيفيكيشن ده بيعتمد على الكلاسترنج، والكمبيوتر بيعمله لوحده من غير ما انا اتدخل، عن طريق ان هو بيجمع الصور اللي هي نفس المعلومات. والسي ان ان هو نوع من انواع السوبرفايزد كلاسيفيكيشن. دلوقتي هنتكلم على الهيستوريكال بريفيو بتاع الايمج كلاسيفيكيشن. الايمج كلاسيفيكيشن ممكن تتم باكتر من تكنيك. الموست يوز تكنيكس هي الكونفوليوشنال نيورال نتورك، السنجلر فاليو ديكومبوزيشن، البرنسبل كومبوننت اناليسيس، والكي مينز كلاسترنج. اختيار التكنيك اللي هستعمله بيعتمد تماما على الابلكيشن اللي انا عايزه، عشان كل تكنيك فيهم عنده ديستينكتيف فانكشناليتي بيتميز فيها عن التانيين. الشارت دي بتوضح لي كومباريزن بتوين الموست يوز تكنيكس، والكريتيريا بتاعت الكومباريزن هي السبيد والاكيوريسي. هنلاقي ان الكونفوليوشنال نيورال نتورك عندها اعلى بريفورمانس، عشان هي بيبقى عندها اعلى اكيوريسي للاوتبوت ايمج. السي في دي والبي سي اي هنلاقي عندهم البريفورمانس قليل، لان هم اكشلي نفس الحاجه. البي سي اي بتبقى سبيشال تايب من السي في دي. الاثنين بيقوموا على الايمج كومبريشن والريدكشن بتاعه الدايمنشنز اوف ايمج، عشان كده بيحصل داتا لوس والاكيوريسي ما بتبقاش افضل حاجه. الكي مينز كلاسترنج بيبقى عندها سبيد اوف كومبيوتيشن عالي، عشان البروسيس اوف كلاسترنج اللي هي الانتريز بتاعه الانبوت ايمج بتبتدي تتقسم لجروبس، الجروبس دي اسمها كلاسترز، بتحصل في وقت قليل، بس بيبقى في داتا لوس ما بيبقاش عندهم اكيوريسي عاليه. هنستخدم الكونفوليوشنال نيورال نتورك في البروجكت ده، عشان الاكيوريسي بتاعت الايمج هي مين برايورتي في السيلف درايفنج كارز. الكونفوليوشنال نيورال نتورك هي ديب ليرنينج الجوريثم بنستعمله في الايمج كلاسيفيكيشن. بيبقى متكون من مالتيبل لاير، كل لاير بيحصل فيها فانكشناليتي معينه لحد ما اوصل للاوتبوت لاير، وابتدي اقارنها مع الداتا سيت اللي عندي واطلع اوتبوت. السي ان ان لاير زي عباره عن الكونفوليوشنال لاير، الريليو لاير، البول لاير، الفلاتنينج، والاي ان نتورك. الفيجر ده بيوضح لي الكونفوليوشنال نيورال نتورك بروسيس بالتفصيل. الايمج عندي بتبقى متكونه من بيكسلز، البيكسلز ريبريزنتد باي ماتريسز، فالانبوت ايمج تبقى ريبريزنتد بماتريكس. الماتريكس دي بتدخل على الكونفوليوشنال لاير او الفلتريشن لاير. الكونفوليوشنال لاير بيبقى عندي فيها فلتريشن ماتريكس، بتبقى الدايمنشن بتاعتها اقل من الانبوت ماتريكس بكتير، فالانتريز بتاعت الانبوت ماتريكس بتبتدي يحصل لها ديفيجن لغايه ما يبقى عندي ماتريكس الدايمنشنز بتاعتها ممكن يحصل فيها ماتريكس مالتيبليكيشن مع الفلتريشن ماتريكس، والاوتبوت بيبقى ماتريكس 1 مالتيبلاي 1، ماتريكس فيها انتري واحد بس. يبتدي يحصل لكل ماتريكس دي مالتيبلاينج مع الفلتريشن ماتريكس ويطلع لي انتري. بعد كده الماتريكس في الانبوت ايمج يحصل لها شيفتنج ب 1 بيكسل،
ويحصل نفس البروسيس، يحصل مولتيبلاينج مع الفلتريشن ماتريكس ويطلع لي انتري تاني لغايه ما يتكون لي الريزلتنج ماتريكس من الكونفوليوشنال لاير. الريزلتنج ماتريكس دي بتدخل على الريليو لاير. الريليو لاير بيبقى فيها اكتيفيشن فانكشن اسمها الريكتيفاير فانكشن، دي بتشيل لي كل البلاك بيكسلز وتحافظ على الجراي بيكسلز بس، وتجهز الماتريكس ان هي تدخل على البولينج لاير. البولينج لاير هي لاير مهمه جدا، بنستعمل فيها الماكس بولينج. الماكس بولينج ده بيهتم باللو فيتشر بتاعه الايمج زي الايدجز والبوينتس. الماكس بولينج كمان بيتم فيه اهم عمليه، هي انه بيهيئ السي ان ان نتورك ان هي تتعرف على الايمج في اي مانر، سواء كانت العربيه دي واقفه او ماشيه، في رصيف، في مطب، في نهر، في هيومن بيعدي او انيمال. بعد ما بخلص البولينج لاير ببتدي ادخل على الكونفوليوشنال لاير تاني لغايه نمبر اوف تايمز، لغايه ما يبقى عندي الاوتبوت ماتريكس الريزلتنج ماتريكس بتطلع لي بنفس الشكل. بعد كده الماتريكس دي بتخش على الفلاتنينج بروسيس. الفلاتنينج بروسيس بيحصل فيها بس ان الماتريكس دي بتبقى ريبريزنتد بوان لينير، وان دايمنشنال لينير فيكتور. وان دايمنشنال فيكتور ده بيدخل على الفولي كونكتد لاير. الفولي كونكتد لاير دي ريبريزنتد بثري لايرز. الانبوت لاير هي بتتشيك ان اللي داخل هو وان دايمنشنال فيكتور، بعد كده تدخله على الهيدن لاير. الهيدن لاير بيحصل فيها الاكشوال فيتشر اكستراكتنج باستخدام اكتيفيشن فانكشن، احنا هنستخدم السوفت ماكس فانكشن. فالهيدن لاير دي متكونه من لايرز كتير، كل السب لاير الانبوت بتاعها هو اوتبوت السب لاير اللي قبله، لغايه ما اوصل لاخر سب لاير بيبقى عندي ريزلتنج ماتريكس بتروح على الاوتبوت لاير. الاوتبوت لاير دي ما بيحصلش فيها حاجه غير ان بيبتدي يحصل كومباريزن بتوين الريزلتنج ماتريكس دي والماتريسيز ريبريزنتنج الايمجز اللي عندي في الداتا سيت، لغايه ما يطلع لي الايمج اللي انا دخلتها له انبوت دي بتعبر على ايه، كار، فان، تراك، اي حاجه. بس كده. بالنسبة للإكسبرمنتال ورك فاحنا اشتغلنا على داتا سيت فيها RGB images للترافيك ساينز متقسمة لترينينج وتستنج بينتموا ل 43 كلاسز مختلفين. عملنا بري بروسيسنج بسيط عشان نعمل لودنج للداتا سيت من البيكل فايل، وده باينري فايل. الموديل بتاعنا هو كونفولوشن نيورال نتورك او CNN، بيتكون من كونفولوشن لاير وماكس بولينج وفلاتنينج ودنس لايرز. استخدمنا ادم اوبتمايزرز وكاتيجوريكال كروس انتروبي كلوس فانكشن. عملنا تريننج للموديل انيشالي بداتا قليله ل 15 ايبوك، متوقعين انه هيعمل اوفر فيتنج بسبب قله الداتا. ده بيخلينا نيفالويت البوتنشال بيرفورمانس بتاع الموديل لما نديله داتا اكتر، وده بلوت بيوضح لنا الاوفر فيتنج اللي حصل، ان التريننج اكيرسي وصلت ل 100% وان الفاليديشن كلوز تو زيرو. بعد كده عملنا هايبر بارامترز تيوننج عشان نعرف افكت كل فلتر سايز على الكونفولوشن لاير، ودي الريزلتس للموديل بالفلتر سايزز المختلفه. واضح ان ال 3x3 فلتر وصل لاعلى فاليديشن اكيرسي، وده انديكيشن انه خد الكومبلكس فيتشرز من الداتا من غير اوفر فيتنج، وده اللي خلانا نختاره كترافيك ساين كلاسيفاير. الموديل اللي اخترناه قدر يكلاسيفاي تيست سيت اكزامبلز ببرفورمانس كويس مع اغلب الكلاسز، وبعضهم كان اكيرسي اقل، ودول اكزامبلز للموديل بريدكشنز على التيست سيت. لحد كده نكون غطينا الجزء النظري، دلوقتي هنروح للكود اوفر فيو ونجرب المودل بريدكشن. النوت بوك دي احنا عملناها على جوجل كولاب عشان نشرح عليها الكود. في البدايه بنماونت الدرايف بتاعنا وبنداونلود الداتا سيت من كاجل باستخدام الاي بي اي، وبنانزيب الداتا عن طريق الكوماند لاين برومبتس. كده الداتا معانا على نفس الدرايف على نفس الدايركتوري. هنا بنimport the necessary libraries وبنprint a list of files في ال input directory عشان نتأكد ان النوتبوك قدرت access الداتا سيت. بعدين بنلود الداتا سيت وبنعمل لها pre-processing بحيث نحولها لفورمات تكون مناسبة للموديل زي ما قلنا. كده معانا الداتا سيت جاهزة ودي visualization ليها. دلوقتي يجي الجزء المهم، نعمل CNN لسامبل موديل بالarchitecture اللي اتكلمنا عليها في السلايدز. اول حاجة convolution layer وبعدين max pool ويتبعها 2 dense layers، وبعدين بنكمبايل الموديل وبنحدد learning rate scheduler، وبعدين بنترين الموديل. وده visualization لجزء overfitting فيه accuracy versus epoch plot. هنا نبدأ نعمل models بالfilter sizes المختلفة بحيث نقدر نقارن بينهم ونختار الأنسب. بنسيفهم أول بأول في files عشان نضمن إن لو training process وقفت ما يضيعوش مننا لأنها بتاخد وقت طويل، وبعدين بنعمل loading للmodels تاني. بعد كده بنجرب المودلز على الداتا سيتس ودي التستنج اكيرسيز.
وأخيرا بنبريدكت على example من التست سيت. هنا لو غيرنا الاندكس ده هيجيب لنا تيست كيس مختلفة، ده مثلا الترو كلاس بتاعه 33 اللي هو turn right ahead، والموديل عمل له prediction انه كلاس 33 فعلا. ممكن نجرب بإيدينا دلوقتي نغير الاندكس ونشوف هيحصل ايه. وفعلا السيلف دريفن كارز اتعمل لها تيستنج واختبارات في الشوارع العامة في بلاد كتيرة ونجح بشكل كبير لأن الأكيورسي بتاعتها كانت عالية جدا طبقا الإيمج كلاسيكيشن اللي الكارز دي بتطبقه. وفي الفيوتشر في شركات عالمية زي جوجل وتسلا وأوبر هتشتغل على تصميم سيلف دريفن كارز نقدر نستخدمها كمواطنين في النقل العام، وسيلف دريفن كارز كمان تستخدم في الخدمات اللوجستية وفي الأماكن الخطيرة زي مناجم ومواقع البناء. وككونكلوجن، يعتبر الإيمج كلاسيكيشن مجال حيوي مهم في الماشين ليرنينج، ليه تطبيقات كتيرة مفيدة وباستخدام الألجوريزمز المتطورة زي CNN اللي هي Convolutional Neural Network للاختيار الدقيق للداتا سيتس، نقدر نطور أي سيستم يقدر يعمل كلاسيفيكيشن للصور وينفذ قرارات مهمة بناء على الكلاسيفيكيشن ده.